بسم الله الرحمن الرحيم. My talk today is about closed angle management. Introduction بسيطة قوي. احنا من حوالي يمكن حوالي 20 سنة بدأنا كان في قبل كده حالات النارو انجل جلوكوما والكلوزد انجل جلوكوما بتتعالج بسابسكليرال ترابيكيليكتوم، وكانوا بالعيانين دول بيجوا لنا فيري شالو انتيريور تشامبر، ولما نيجي نعمل كاتراكت بيبقى فيه ديزاستر. فجينا في حوالي سنة 2003 كان اتشرفت مع الدكتور يحيى والدكتورة ليلى حمودة، عملنا بيبر ان احنا ازاي العيانين دول، لان معظم العيانين دول كانوا بيجوا لنا كاتراكت، يعني عاملين سابسكليرال ترابيكيليكتومي وجاي لنا فيري شالو انتيريور تشامبر وعندهم كاتراكت. ففكرنا ازاي العيانين دول نبتدي نشخصهم قبل، لان معظم العيانين دول بيدخلوا في كاتراكت سواء اخروا شويه او جم على طول بعد الجلوكوما سيرجري، فكان بيحصل مشاكل، وكان ساعتها لسه الفيكو ما كانش ويل استابليشد، وكان الانسترومنتيشن كانت قليله شويه، وكان لو اتعمل اكسترا كانت بتبقى مشكله كبيره. فبدانا نفكر ان احنا نعمل برايمري في النارو انجل جلوكوما او الاوكلودابل انجل او الكلوزد انجل سسبكت او الاوكلودابل انجل، اللي هو بدانا نشخص ونبتدي العينين دول غالبا بيبقوا فوق الخمسين، وكان عندهم فينت كاتراكت، وفي بعض الحالات عملناها كلير لينس اكستراكشن. فبعد ما بدانا ننشر، طبعا الكلام ده كان احنا على استحياء، يعني لما بدانا نشتغل بعد كده بقى ايفيدنت بيزد ساينس ان هو بيتدرس دلوقتي وبيتكتب، وبدانا نشتغل وبدانا لقينا فعلا ان الحالات دي ان هي تريتابل وبروفلاكتيك، ان احنا نمنع الديزاستر اللي كانت بتحصل بعد كده من الايرلي انترفيرنس. Even so, there are three times more people worldwide with primary open angle glaucoma than closed angle glaucoma. Blindness more in the angle closure glaucoma, أو نفس العدد اللي بيحصل له blindness في closed angle glaucoma يساوي نفس العدد اللي بيحصل له blindness في open angle glaucoma، رغم إن open angle glaucoma three times the closed angle في incidence. الاوكلر اناتومي هو ده السبب الاساسي في بيعمل لي بيوبيلر بلوك وبيعمل لي انجل كراودنج ميكانيزم اوف فلتريتنج انجل. البيشر ريسك فاكتورز في حالات البرايمري انجل كلوجر جلوكوما الاولد ايج افتر 40 ييرز اند ذيس انسيدنس انكريزد ويز ايج. طبعا احنا الانتروبيسور دايمتر بتاع اللينس او الاجزل بتزيد تدريجيا مع الايج وبتقلل لي الانجل، فعشان كده هي كل ما بيزيد بعد سن ال 40 بيبقى مور لايبل للكلوزد انجل جلوكوما. لا ده شباب كده بعد ال 60 في الومن مور ذان مان الانكزايتي بيرسون البوزيتيف فاميلي هيستوري والريسيال جروب الاسكيمو اكتر من الاسيان والكوجازيان قريب من الافريكان. الاي ريسك فاكتور احنا الاولانيه البيشنت ريسك فاكتور، ودي الاي ريسك فاكتورز السمول اي ويز ديكريزد اكسيال لينس سمول انتيريور تشامبر ديبس سمول فلتريتنج انجل ويدز از هايبروبيا اند نانوفسالميا وثيك لينس. الايم اوف اور تريتمنت في حالات الاوكلودابل انجل ان احنا نعمل بريك للاتاك اوف انجل كلوجر ونعمل لورنج للانتر اوكر بريشر وسيف الجيرد ذا فولو اي. الحالات دي لو هي جت وهي دخلت في اتاك قبل كده او جايه لي بتنشن عالي، ببتدي اول حاجه اعملها ان انا بستخدم كل الميديكال تريتمنت اللي هو الافيلابل ليا اللي اقدر انزل بها الانترا اوكيولار بريشر، وبعد كده احنا بنقول دايما ان هو الاوكلودابل انجل المفروض ان هي سيرجيكال ايتمز. التريتمنت اوبشنز او سيرجري اوبشنز الموجوده كان اول حاجه الليزر ايرودوتومز، وبعد كده او السيرجيكال ايرودوتومز على حسب المكان المتواجد، هل موجود افيلابل ليزر ولا مش موجود. لينس اكستراكشن اللي هو البرايمري فيكو امالسيفيكيشن، وده اللي هو الموضوع بتاعنا النهارده.
وفي الكومبايند فيكو ترابيكيليكتومي، وهنقول بنعملها امتى. انتيرو تشامبر ديبنينج اند جونيو ساينوكوليسز وجلوكوما درينج ديفايسز امبلانتيشن وسيلري بودي ابليشن بروسيجر. البرايمري فيكو الكلام اللي احنا كنا بنقوله هو ان احنا في 2003 احنا نشرنا في البلوتين اول موضوع عن الكلام ده، وحتى كان يعني كان في ديبيتس كتيره في الكلام عليه، ويمكن الدكتور يحيى كان لي قصه كده في الموضوع ده برضو. لكن بعد كده دلوقتي خلاص بقى ده ايفيدنت بيس ستدي، وبعد كده في العالم كله بدا يتكلم في الموضوع ده لحد ما هو استابليشد خالص في البرايمري فيكو في الحالات الكلودابل انجل. هواي فيكو في البرايمري انجل كلكم زي ميكانيزمه في انجل كلوجر يوجوالي ميكسد ميكانيزم ليزر بريفرال ايريديتوم نوت از افكتيف از اكسبكتد ان ميني كيسز. ميني كيسز بروجريس دو تو كرونيك تايب اوف برايمري انجل كلوجر جلوكوما افتر ليزر بريفرال ايريديتوم. Difficult cataract surgery in case of dense complicated cataract associated with very shallow anterior chamber after laser peripheral iridotomy or after filtrating surgery. الاوبشن في حالات الكلودابل انجل او البرايمري كلوزد انجل suspect او برايمري انجل كلوجر جلوكوما ان احنا بنقلل الانترا اوكيولار بريشر، وبعد كده بنروح في اتجاهين يا اما بليزر ايريدوتومي يا اما نعمل برايمري فيكو اكوردنج لكذا حاجه. التو ستيبس ابروتش افكتيف ان ماجوريتي اوف برايمري انجل كلوجر جلوكوما، يعني في ناس ستيل لحد النهارده ماشيين بالبريفرال ليزر ايريدوتومي وبعد كده بيتابعوا الحاله. لو حصل ان هي فشلت، وغالبا ده بيبقى لو معاها ساينيكيا، عشان كده احنا عندنا الجونيوسكوبي هنا العادي ما ينفعش، لازم الديناميك جونيوسكوبي اللي هو انا بعمل بريشر ولازم اعرف هل الانجل فيه ساينيكيا مقفوله بيرمننت، يبقى مش هينفع البرايمري فيكو لوحديها، لازم هيبقى معاها كومباينيشن في السيرجري حاجه ثانيه. ممكن نعمل كومبايند فيكو تراب. ريسنتلي فيكو اوماسيفيكيشن بيكام مور بوبيلر سكند ستيب باي ريموفينج جازالينس انجل كلوجر فاكتورز اذر ذان ذا بيوبيلر بلوك ار اولسو اليمينيتد. في حاجة اسمها ايجل ستادي، دي اتعملت في يو كي وكانت واخدة مجموعة كبيرة، عاملين اتنين جروب كبار، جروب كانت في انجلترا وجروب تانية في ويست اسيان، وكانوا بيعملوا ايفالويشن للتو ويز، الناس اللي عملوا بريفرال ايريديتومي والناس اللي عملوا فيكو ايمالسيفيكيشن. هم اعتمدوا على ايه؟ هم عايزين يشوفوا الناس اللي عملت دي ونسبة النجاح قد ايه، وبعد كده هل احتاج اذر انترفيرنس ولا لا، والكوست افكتيف وده تكلفته قد ايه وتكلفته قد ايه. كانت حوالي 400 عيان. ايفالويت ويزر ايرلي لينس اكستراكشن امبروف كلينيكال اوت كام اند كوست افكتيفنس كومبيرد ويز بريفرال ليزر ايريدوتومي. الايجل اختصار الايجل اللي هو افكتيفنس ان انجل كلوجر جلوكوما اوف لينس اكستراكشن. كلير لينس اكستراكشن في ال كلير لينس اكستراكشن في ال في الشالو او كلودابل انجل. هو عمل يعني هو اي هو هم بعد الدراسه دي اكتشفوا ان هو الليزر ايريدوتوم ما كانش هو الحل المناسب، ولقوا نسبه النجاح في البرايمري فيكو افضل وكوست افكتيف مقارنه بالليزر ايريدوتوم. عشان كده ده اللي هو الكونكلوجن، كان كلير لينس اكستراكشن شود جريتر افيكاسي اند وور ووز مور افكتيف كوست افكتيف ذان ليزر بريفرال ايريدوتومي اند شود بي كونسيدرد از ان اوبشن فور فيرست لاين تريتمنت. فاحنا بنعمل الفيكو او كونسيدرد الفيكو دكتور عز عشان ما يزعلش فيجوالي سيجنيفيكانت كاتراكت، يعني العيانين اللي هم عندهم اهو العيانين اللي هم عندهم شالو انتيريو تشامبر وعندهم سيجنيفيكانت كاتراكت بيتعمل لهم، لان هم العيانين دول لو اتعمل لهم ليزر او دخلوا في الجلوكوما لما بييجوا نعمل لهم كاتراكت بيحصل ديزاستر، وغالبا بيحصل ديستراكشن للاندوسيليوم وبيبقى ممكن العيان يدخل في كورنيال دي كومبنسيشن. شالو انتيريو تشامبر افتر ليزر ايريدوتومي
uncontrolled intraocular pressure او progressive angle closure after laser iridotomy. clinically sick lens و high hypermetropia و age فوق ال 50، لان لو فوق ال 50 ولقينا عيان عنده very shallow anterior chamber و clear lens it is better ان احنا نعمل، لان هو هيدخل في cataract بعد لو احنا عملنا اي interference، فهم معتبرينه ده first line treatment. البرايمري فيكو از افكتيف ان كيس اوف برايمري انجل كلوجر سسبكت زائد ايرلي اور دنس كاتراكت ان كيس اوف برايمري انجل كلوجر ويز اور ويزاوت كاتراكت ان كيس اوف برايمري انجل كلوجر جلوكوما ويزاوت بريفرال انتيريو سينيكيا. لو الفيكو فيلد يبقى احنا هنتجه ل، والسبب غالبا هيبقى ان في سينيكيا، او حتى لو انا اخذت القرار ان هو سينيكيا مش كومبليت وخدت قرار ان انا اعمل كلير لينس وبعد كده التنشن برضه عالي، يبقى تثبتر ان انا كنت اعمل فيكو تراب اكومباين او اعمل سكند ستيب اوبريشن. جونيو ساينوكوليسيس ممكن اثناء الاوبريشن برضه، ان هو لو في ايرلي فورمد سينيكيا ممكن تفك بالهيلون او المصايل. جلوكوما فلتريتنج سيرجري ترابيكيليكتومي او جلوكوما درينج ديفايسز امبلانتيشن. الكونكلوجن عندنا هنا البرايمري انجل كلوجر جلوكوما از اناتوميكال ديس اوردر، وهنا يمكن استاذنا الدكتور ايمن قال ان هو احنا الجلوكوما زمان احنا كنا الجلوكوما بنعتمد الانتر اوكر بريشر ميكانيكال افكت او اسكيميا، بعد شويه لقينا ان العيانين دول لا، ده هو الانتر اوكر بريشر ما فيش، وظهرت النورموتنسيف جلوكوما واللو تنشن جلوكوما، وبعد كده كانت الايتمز اللي هو اتعرف الديفينيشن بعد كده اللي هو بروجريسيف اوبتيك نيوروباسي، وحتى العيانين دول بالاوقات العيانين دول حتى بعد المانجمنت ليه بيستمر البروجريس بتاع الجلوكوما. فلحد النهارده انا بعتقد ان الجلوكوما الى حد ما الاوبن انجل جلوكوما حاجه والكلوزد انجل ده حاجه ثانيه خالص، يعني دي الكلوزد انجل مش داخله في الاوبن انجل وانواع الاوبن انجل جلوكوما، اوبن انجل جلوكوما سسبكت وسسبكتد ديسك والاوكيولار هايبرتنشن والبرايمر اوبن انجل جلوكوما دي حاجه والكلودابل انجل دي حاجه ثانيه، وممكن ان احنا نمنع ان هي يحصل منها ديزاستر. كان بروجريس فروم برايمري انجل كلوجر سسبكت تو برايمري انجل كلوجر اند برايمري انجل كلوجر جلوكوما. برايمري فيكو از افكتيف ان انتر اوكيولار بريشر كنترول ان كيس اوف برايمري انجل كلوجر سسبكت برايمري انجل كلوجر اند برايمري انجل كلوجر جلوكوما وزاوت بريفرال انتيريو سينيكيا. دي اللي هو بنعتبرها ايرلي فيكو. برايمري فيكو از افكتيف اند ليس كوست زان ليزر بريفرال ايريدوتومي، اللي هو الايجل ستادي اللي هي اتعملت في اليو كي. ثانك يو.